حكاية أليكس جمال تشبه حكاية كل شاب لبناني قرر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل. الكارير تاعي كان صعب كتير لأنه شقيت الطريق مثل ما بيقولوا لحالي يعني، وبدك تكون كتير عندك إرادة قوية to believe in yourself، يعني بدك يكون عندك إيمان. حترجم في قول لمحمد علي اللي هو أحسن رياضي بتاريخ الـ humanity، يعني you need to have faith، بيكون عندك إيمان بحالك، وهذا الشيء بيعطيك كتير دفع لقدام، ولا مرة تخلي كلمة لا توقف انه بينك وبين الاشياء اللي انت ممكن توصلها. بداية انطلق من المشاركة في مسابقات كمال الاجسام للرياضيين المتخصصين في مجال التغذية، وشارك في مستر اولمبيا ومسابقة ارنولد شوارزنيجر وغيرها من المسابقات، حيث مثل لبنان ورفع اسمه بالعالي. يعني فيك تقول تقريبا وصلت 70% للي انا حابب اوصل عليه، وان شاء الله لقدام نثبت للعالم اكثر انه هذا البلد صغير وهذا العالم اللي عم تتعلم فيه كتير قادرة تساعد بلدها. اليوم يحلم أليكس بخدمة بلده ووطنه لبنان، ورسالته إلى الشباب اللبناني مهما بعدت عن بلدك ما تنساه، وجرب تخدمه على طول بأفضل طريقة. أنا كتير فخور أن أكون لبناني، يمكن بالأول ما كنت عارفين قيمة البلد بطريقة حقيقية، بس لما بتسافر وبتعاشر عالم وبتسافر كتير وتعرف على بلاد كتير، تعرف قديش بلدك هو بلد مميز بكل شيء فيه، وإن شاء الله نحن كشباب والجيل الجديد نقدر نحط لبنان بالطريق بالمحل الصح ونظبط هذا البلد لحتى يكون one of the best يعني.